بيض الله وجهك. سلمت هاي وليد. مرحبا يا ابو غلا. الله يحييك. تحايا السيد. الله يبقيك ويسعدك. والله ان القصيد واجد، لكن انا ما وصلت المرحله قمت انسى اللي فوقها ولا بدري يا وليد. اي والله تثبت ان عمرك 52 مو 52. لا والله ما هذا عن العمر، لكن احنا كثرت على انا الموضوع. ودي اللي يجي هو حافظه وجاهز. ايه انا لي بيتين يا سلام انتشرت مع العالم، والله يجعلها شفيعة لي ولكم ان شاء الله يا رب. والوالدين امين. اللي هي في الصلاة، هي من عرض قصيدة، شوف الحظوظ ما تدري وين تجي. في عرض قصيدة مدح في رجال سبحان الله، وتطرقت انا لصاحبي وانا ما زكيه على الله، خوي راعي دين وراعي صلاة، هم الناس اللي انا احبهم. وجت البيتين فيه اني انا ما خويتها الا يوم انها راعي صلاة وراعي. من ضمن القصيدة كلها اللي يقول الصلاة أصلا عمود الدين يا مال السلامة. الله. الصلاة أصلا عمود الدين يا مال السلامة، من تركها معذر في نفسه في خاتمتها. واحد ما هو يصلي خوته خوة رخامة، ما لها هي مقدرية فوقها ولا تحتها. هذه البيتين اللي إن شاء الله أنها تكون شفيعة. سبحان الله. الآن هي من عرض أبيات كتبت في مدح رجال وانتشرت ذي في مدح رجال. من يركز الله. هي مبدأها يقول من يركز في قصيدة البحتري وبود لامه يدري أن مش يقول تسعى في البيوت ومفردتها إلين ومن أخويت من خوة اللي عزو كرامة نفسه تحب الصلاة، الله يكبر حسنتها. الصلاة أصلا عمود الدين يا مال السلامة، من تركها معذر في نفسه في خاتمتها. واحد ما هو يصلي خوته خوة رخامة، ما له هي مقدرية فوقها ولا تحتها. اللي ما يصلي ما له قدر، حتى على الارض تابعه هي ما تباه، ما غير اندفن بس لين يجي حتى الارض اللي فوق. ما شاء الله بشكل بشكل الله يجعلها شافع للقلم. اللهم امين. والله شوف يا اخواني، شوف الانسان اذا سخر الشعر بجيك يا وسام وسيف، اذا الانسان اذا سخر الشعر في مثل هالكلمات يا اخوان شوف كيف تنتشر. تخيل انها جت في واحد سمعها كذا وهو عابر، ولا واحد يشغل مقطع وهو يسمعه وهو ما يصلي، تتوقع ما يكون لها وقع في الا والله يكون مستحيل. يعني كلماتها ما شاء الله سرب ببالك من فضلها عليه. حتى التاق اللي في برنامج التوك توك ذا اي المقاطع يحطونها على ناس اللي يصلون عنده باعر صح، واللي كاشفين على يصل. يا سلام تصميمها شغال على يا سلام. والعالم قلت الله يجعلها شيء ما يدخلنا الجنه الا البيتين. يا سلام يا سلام. هاي ضاري.